اهلا وسهلا بيكم في قناة بوستي كروشيه. هنشتغل في فيديو النهاردة زهرة اللافندر، طريقة سهلة وبسيطة. كون معايا بالشكل ده كده. هنا انا جبت سلك نحاس عادي، بيتباع عند محلات الخيوط، هو مش غالي. في منه رفيع، ممكن تجيبي رفيع وتتنيه نصين، انما انا جبت التخين. وبكرة ستان علشان نزين بيها السلك النحاس، وهستخدم خيط قطن، اي خيط قطن موجود عندنا، مش شرط نوع معين. هستخدم السمك ده، وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 2 ستانلس. فدلوقتي هنبتدي الشغل مع بعض. احنا هنشتغل الجزء ده الاول، بيبقى منفصل وبعد كده بنلزقه بشمع. طريقته سهلة جدا. نحنا هنشتغل عقدة البداية، وبعد ما اشتغلت عقدة البداية بشتغل 60 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هكمل 60 سلسلة وهرجع لكم تاني. شغلت 60 سلسلة، هسيب اول سلسلة اللي هي فيها الابرة، هسيب سلسلة 2 3، وهدخل في السلسلة الرابعة، وهشتغل في نفس السلسلة 3 غرزة عمود بلفة كده. اول عمود هلف الخيط على الابرة، وهدخل تاني في نفس السلسلة، وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده 2. هلف الخيطة تاني على الابرة، وهدخل في نفس السلسلة، وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده 3. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس السلسلة هدخل واشتغل فيها غرزة منزلقة هروح للسلسلة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. في نفس السلسلة اللي انا اشتغلت فيها المنزلقة هدخل واشتغل غرزة منزلقة. هروح للغرزة السلسلة اللي بعديها على طول واشتغل فيها غرزة منزلقة. هشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وفي نفس السلسلة اللي انا اشتغلت فيها منزلقة بدخل فيها واشتغل غرزة منزلقة. بروح لغرزة السلسلة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة منزلقة. وبشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وفي نفس السلسلة بشتغل فيها غرزة منزلقة. يبقى هفضل مكملة كده بنفس الطريقة، ان انا بشتغل في غرزة السلسلة منزلقة، بروح للي بعديها على طول وبشتغل غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وفي نفس السلسلة بشتغل فيها غرزة منزلقة، وبروح السلسلة اللي بعديها وبشتغل غرزة منزلقة، وبرتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وفي نفس المكان بشتغل غرزة منزلقة، وبفضل مكملة بنفس الطريقة لنهاية السلاسل تحت، ان انا بشتغل منزلقة في السلسلة اللي بعديها، وبعد كده برتفع 7 سلسلة وبشتغل منزلقة في نفس المكان، وبنتقل للسلسلة اللي بعديها بشتغل فيها منزلقة، بعد كده بشتغل 7 سلسلة ومنزلقة في نفس المكان. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني.
اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية وبقت معايا بالشكل ده كده. سبت طرفين الخيط علشان دول هربطهم على شريط سلك النحاس. فدلوقتي هنجيب سلك النحاس، احنا بنقصه بالطول اللي احنا عاوزينه. انتي ممكن تقصي تطوليه عن كده على حسب الفازه او الحاجه اللي انتي هتحطي فيها فرع اللي هو زهره اللافندر. وهجيب الشريط الاخضر هنجيب مسدس الشمع هحط نقطة على شريط الستان من فوق هجيب شريط الستان هلف بس البداية عليه بالشمع بعد كده هكمل لف عادي من غير شمع هو البداية والنهاية بس اللي بحط فيه شمع وهفضل هلف شريط الستان على السلك النحاس بالشكل ده كده هكمل بنفس الطريقة للنهاية ان انا هلف شريط النحاس على السلك من تحت طبعا هي فوق تخينة علشان الشمع اللي انا حطيته بيثبتها من فوق هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لتحت وهقص وهلزق من تحت بس بشمع يبقى انا بفضل بسحب شريط الساتين بالشكل ده كده بلف حوالين سلك النحاس هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني اوريكم هنلزق فرع اللافندر على شريط الساتين ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة وعملت السلك النحاس بشريط الساتين كله. دلوقتي هلزق في الفرع اللافندر اللي انا عملته هجيب نقطة شمع برضو هحطها فوق الشريط الساتان هنا كده نقطة صغيرة مش كبيرة. انا هنا عندي فوق الاعمدة اللي انا كنت اشتغلتها اللي هما الاربع التلات اعمدة والسلاسل هجيب هنا هلزق من هنا كده وهلفلف كده الفرع اللي انا عملته على شريط الساتين من غير برضو ملزق بالشمع انا بلزق بس نقطة فوق هنا فبفضل الفلف الفرع اللافندر على السلك النحاس وبوقف السلاسل هكمل بنفس الطريقة كده ان انا بمشي بلف فرع اللافندر على السلك النحاس وبفضل بوقف في السلاسل بظبطه هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للنهاية واقول لكم هنلزق تحت ازاي. اشتغلت ولفيت الفرع اللافندر حوالين السلك النحاس. دلوقتي انا عندي طرفين الخيط في النهاية هلضمهم حوالين بعض هعمل كذا عقد علشان ما تفكش في الاخر وهرفعها لفوق بالشكل ده كده هتكون معايا بالشكل ده كده. طريقتها سهلة وبسيطة شكلها جميل زهرة اللافندر ممكن نعملها بألوان هتكون شكلها جميل قوي. بعد كده بندخل بقى بالإبرة بنجيب إبرة التنظيف وندخل الخيط ده عشان ما يفكش معايا أو ممكن أقص بالمقص لأن أنا لضمته. أنا هنا عملت فرع بلاستيك حوالينها تحت زهرة اللافندر. أنت ممكن تعملي فرع بالكروشيه بس أنا حسيت البلاستيك هيكون أحلى عليها. ممكن تشتريه من عند محلات الورود أنا شاريه من عند محلات الخيوط اللي في وسط البقين اشتريته من محلات الخيوط. فدلوقتي انا فتحته فتحة من هنا اهو بالمقص علشان يدخل بسهولة معايا فيكون معايا بالشكل ده كده. والخيوط دي هدخلها في الشغل من جوه. استنوني في الفيديو الجاي هزين لكم برطمان ازاز وهنحط فيه زهرة اللافندر دي مع ورود تانية
ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.